اقتصاده بيعتمد على ايه؟ اقتصاديا بيعتمد على ايش؟ جزء كبير بيعتمد على التهريب. اعتماد على اعتماد ايه؟ على التهريب. على التهريب الوقت بيهربوا ايه بقى؟ بكل شيء، كل شيء، كل ما يخطر يعني لسه بالعقل. بيسيطروا، لسه بيسيطروا على الانفاق؟ لا يعني موضوع الانفاق لا شك، لان في انفاق طويله المدى بلا شك. بلا شك في انفاق اليوم قريبه من 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 من, من التنظيمات الارهابيه. لا عندهم اطر مفتوحه مع غزه بشكل او باخر، سواء بشكل يعني انا بقول لك بشكل مباشر لهم 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 كم من الانفاق اللي بيشتغل لليوم مع غزه، وغزه عمرها لن تستثنى هؤلاء في التعامل معهم. تمام. طب هم بيتعاملوا مع غزه، بيتعاملوا مع انهي فصيل؟ مع فتح ولا مع حماس؟ ما في فصيل بيتعامل في غزه غير حماس يا استاذ. انت ايش مش كان حي يقدر يتنفس في غزه؟ غزه في قبضه، في يد قبضه حمسويه صرفه. نقطة من أول سطر، لا يستطيع أحد أن يفعل شيء في غزة بدون إذن حماس، وبالأحرى بدون إذن فتحي حماس. فتحي حماس من أول سطر. تمام. طيب إيه أوجه التعاون بين داعش وحماس؟ يعني أوجه التعاون حماس معنا، أو يعني أوجه تعاون حماس قد يعني يكون تعاونها في انه يظل قطعه الشيخ زويد ورفع ملتهبه بشكل او باخر، ولكن هو في حد ذاته تعامل حركه حماس مع تنظيم داعش سواء في شكل انفاق مشرعنه لديهم او بشكل اي فكري، والتعاون في حد ذاته مع داعش وجريمه بترتكب في حق الدولة المصرية، وأي حد يتعامل مع داعش ويرتكب جريمة أخلاقية في حق الشعب المصري بأكمله، لأنه داعش هاي تنظيم عبثي وتالي كي يعني يخلخل الوضع الأمني في سيناء. تمام. إيه مصلحة حماس في التعاون مع داعش، أو مصلحة حماس في إن سيناء تفضل فيها قلق؟ يعني انا لا اعتقد انه حماس اليوم لديها مصلحه اكثر من كونها يعني بي 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 تستنى اللحظه السفريه لاعلان التنظيم في شبه الجزيره. يمكن حماس هو اكثر فصيل مؤمن في شبه جزيره سيناء. قد يكون اكثر فصيل مؤمن بي 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 في 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 يمكن في الشعب الفلسطيني ككل، بانه يشرحن هذا بشكل ديني او بشكل فتاوي شيوخ حماس، بانه عادي لو عشنا في الشيخ زايد رفح. ولا اعتقد انهم عندهم مشكله انهم يعيشوا، لانه ما بيؤمنوا بلغه الحدود وما اشبه ذلك. الموضوع بفحواه الدقيق انه حركه حماس عليها انه تعلن بشكل حقيقي وبشكل واضح وبشكل معلن للراي العام المصري قبل الفلسطيني،